السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع سلسلة تفسير آيات الأحكام، وفي هذا اليوم نقف مع هذه الآيات الكريمة المشتملة على مجموعة من الأحكام والمسائل الفقهية. يقول الله جل وعلا: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. ويقول جل وعلا: وإذا حللتم فاصطادوا. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ويقول جل وعلا: وحرم عليكم الصيد ما دمتم حرما. عرفتم العنوان؟ ما هو؟ ها؟ أحكام الصيد. هذا عنوان الدرس اليوم من خلال هذه الآيات. طبعا هذه الآيات الكريمة متعلقة بأحكام الصيد، والصيد والذبائح أهل العلم من أهل الفقه يفردون لها بابا من الأبواب. ولذلك أنا سألخص مسائل الصيد في التالي: أولا، تعريف الصيد. الصيد هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه. اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه. وما معنى متوحش طبعا؟ يعني هو كل حيوان غير مستأنس أو مستأنس به، مثلا من دواب البر مثل الحمام. الحمام هذا يسمى حيوان متوحش طبعا لأنه ينفر من الإنسان. الأرنب مثلا، بقية الحيوانات التي تنفر من الإنسان ويعني تذهب إذا رأت الإنسان، هذه تسمى حيوان، هذه يسمى حيوان متوحش بطبعه. المسألة الثانية بالنسبة لحكم الصيد: الصيد مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقد ذكرت لكم الآيات الكريمة الدالة على مشروعية الصيد. وأما الأحاديث فهي كثيرة جدا، منها حديث الصعب بن جثامة ومنها أحاديث أخرى. وكذلك الأنبياء منهم من كان يصيد، فقد جاء في الصحيحين أن إسماعيل عليه السلام كان يصيد ويأكل من صيده ومن الصحابة عدي بن حاتم الطائي. عدي هذا كان يصيد، ولذلك أغلب أحاديث الصيد هي من حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وسأبين بعضها في بعض المسائل. أما الإجماع فمنعقد على مشروعية الصيد بالجملة، مشروعية الصيد بالجملة. وحينما نقول بالجملة نقصد بأن هناك صيدا محرما أو صيدا منهي عنه أو صيد مكروه، مثل الصيد الذي يقوم على مثلا هكذا قتل الحيوانات ورميها، هذا محرم. النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي قال: ما من عصفور يقتل بغير حقه إلا سأل، يعني يوم القيامة. والعبث أيضا، فلذلك الصيد للتسلية والأكل هذا مشروع، للصيد للبيع والشراء هذا أيضا مشروع. إذن هو من حيث الجملة أجمع العلماء على مشروعية الصيد من حيث الجملة. المسألة الثالثة: الصيد مباح من حيث الأصل كما ذكرت إلا في حالات. الصيد مباح من حيث الأصل إلا في حالات. الحالة الأولى: يحرم صيد الحرم سواء كان الصائد محرما أم حلالا. والحرم المقصود به حرم مكة، حرم مكة. ولذلك أجمع العلماء على حرمة صيد الحرم سواء كان الشخص محرما بحج أو عمرة أو كان حلالا، يعني غير متلبس بنسك.
وهذا محل إجماع كما ذكرت لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، ثم قال: لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده، ولا ينفر صيده. وتنفير الصيد إزعاجه لأجل الصيد حتى يصاد، ولذلك حرم النبي عليه الصلاة والسلام صيد الحرم. الحالة الثانية: يحرم على المحرم صيد البر إذا اصطاده أو أعان عليه أو أشار إليه أو دل عليه، كل هذا محرم. فالمحرم لا يجوز له أن يصيد صيد البر، أما صيد البحر فحلال: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. أحل لكم صيد البحر ما أخذتموه حيا، وطعامه ما وجدتموه ميتا، الطعام الذي يطفو على في الماء هذا حلال. ولذلك المحرم يجوز له أن يصيد صيد البحر، أما صيد البر فمحرم على المحرم، سواء كان باشره بيده أو دل عليه قال لشخص حلال، أو أشار أي إشارة تفيد بأن هناك صيد. وقد دل على المنع حديث، قد دل على المنع قول الله عز وجل: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقول الله عز وجل: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ولحديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه صاد حمارا وحشيا فأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فرده النبي عليه الصلاة والسلام، رده. فلما رأى تغير وجه الصعب ابن جثامة اعتذر له النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: إنا لم نرده عليك، إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، يعني متلبسين بإحرام، متلبسين بإحرام، ولذلك لا يجوز للمحرم أن يصيد صيد البر. الثالث: يجب أن تتوفر شروط حل الصيد، سواء كانت في الصائد أو في الآلة، سواء كانت في الصائد أو الآلة. فالصائد الذي يباشر الصيد يجب أن تتوفر فيه الشروط، والآلة أيضا يجب أن تتوفر فيها الشروط. والآلة كما لا يخفى عليكم التي يصاد بها أحد نوعين: إما جامدة وإما متحرك، إما جامدة وإما متحرك التي هي الحيوان كما سأبين. بالنسبة للصائد يشترط فيه أن يكون مسلما أو كتابيا. لماذا الكتابي؟ لأن الله تعالى أباح لنا ذبائح أهل الكتاب، قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فإذا صاد اليهودي أو النصراني كان صيده حلالا. وأن يكون الصائد عاقلا، فإذا كان سكرانا وصاد صيدا فإن صيده محرم ولا يجوز. أو كان مجنونا، لماذا؟ لأنه لا نية له، لا نية له. إلا في حالة واحدة: إذا كان الصيد لا يحتاج إلى ذكاء. ما هو الصيد الذي لا يحتاج إلى ذكاء؟ السمك والجراد. فقد جاء في السنن بإسناد لا بأس به، وبعض العلماء يحسن الإسناد: أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. فهذه لو صادها مجوسي أو وثني فهي حلال. لماذا؟ لأن لا تحتاج إلى تذكية، لا تحتاج إلى تذكية، بخلاف صيد الصيد الآخر فلا بد أن يكون الصائد مسلما أو كتابيا، أو أن يكون أيضا عاقلا، كن عاقل. وهل يشترط أن يكون مكلفا؟ مسألة خلافية، الراجح بأنه لا يشترط. ولذلك إذا صاد الصبي فإن صيده حلال مع بقية الشروط. ثانيا: أن يكون الصائد قاصدا للصيد، قاصدا للصيد، لا بد من وجود القصد. فأما إذا أرسل الآلة الجارحة من دون قصد، أو أطلق سهما من دون قصد، فإن هذا لا يحل، لأن الشريعة نزلت الآلة الجارحة منزلة الذبح باليد،
ولذلك اشترط القصد، اشترط القصد. وأما إذا لم يوجد القصد فلا تحل، لا يحل الصيد. بالنسبة لشروط آلة الصيد كما ذكرت لكم بأن آلة الصيد إما أن تكون جامدة، مثل إيش جامدة؟ السهم، السيف، الرمح، السكين مثلا، الخنجر، ها؟ البندقية أيضا سأذكرها بعد قليل. وأما المتحركة فهي الجوارح، الجوارح وطبعا الكلاب المعلمة والطيور الجارية. طيب بالنسبة لآلة الصيد إن كانت من الجوارح، إن كانت من الجوارح من سباع البهائم أو جوارح الطير التي تصيد بنابها أو بمخلبها، تصيد بنابها أو بمخلبها، فمثل ذكرت قبل يعني مثل الكلب هذا في البهائم، الكلب مثلا، النمر، الفهد، عندك من الطيور الصقر والشاهين والباز مثلا، هذه يصاد بها، فهذه تصيد إما بنابها أو بمخلبها. بنابها طبعا حيوانات المفترسة، هذه يسمونها الحيوانات، نعم، المفترسة. وأما الجوارح فهي الطيور، هذه الطيور هي التي يصاد بها. هذه حتى يكون الصيد حلالا لا بد من شروط. أولا وجود القصد من الجارحة، ولذلك الله جل وعلا اشترط في الجارحة أن تكون متعلمة، قال سبحانه وتعالى مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. ففرق بين صيد الكلب الجاهل والكلب المتعلم، وفرق بين صيد الصقر المتعلم والصقر الجاهل. وقد جرت العادة أن الصقور على وجه التحديد يعني متعلمة من حيث الأصل، من حيث الأصل، لكن هنا لا بد من القصد، لا بد أن يتوفر القصد. والعلماء ضبطوا هذا بالشرط الثاني، وهي إذا أن تسترسل إذا أرسلت، وأن تنزجر إذا زجرت. ولذلك الكلب عند أهل الخبرة بالصيد ما يذهب إلى الصيد إلا بعد أن يسترسل، يعطى المجال، وإذا زجر انزجر توقف لأنه متعلم مدرب. كذلك الطيور، أما إذا انطلق من دون استرسال فإن هذا صاد لنفسه ولا يجوز. الشرط الثالث أن لا تأكل هذه الجوارح شيئا من الصيد إذا صادته قبل أن يصل إليها صاحبها، فإذا أكلت من الجوارح دل هذا على انتفاء القصد، وهي أنها صادت لنفسها، صادت لنفسها، واضح. هذا من الشروط التي ذكرها العلماء. والأصل في هذا قول الله عز وجل قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. ولحديث عدي بن حاتم الذي ذكرت لكم قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل يعني الكلب فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه، رواه البخاري ومسلم. واضح. فالنبي عليه الصلاة والسلام فرق في صيد الكلب بين حالتين، الحالة الأولى أنه ينتظر يعني يصيد فينتظر صاحب الصيد، صاحب الكلب أو صاحب الجارية، هذا حلال كل. أما إذا لم ينتظر وإنما أكل مباشرة فهي ميت. بالنسبة للثاني الآلة الجامدة، والآلة الجامدة مثل إيش كما ذكرت؟ الرمح والسهم والسيف والسكين وغيرها، هذه يشترط أن تكون لها حداً يجرح، حداً يجرح ينفذ ويخزق الفريسة. ولذلك يشترط أيضاً في هذه الآلة ما يشترط في آلة الذبح، في آلة الذبح بأن لا تكون كالة ولا وإنما أن تكون نافذة كما يعني جاءت بهذا النصوص. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صيد المعراض فقال ما خزق فكل وما قتل بعرضه فلا تأكل، حديث البخاري ومسلم. المعراض هو سهم بلا ريش،
المعراض سهم بلا ريش، يعني هو طبعا يشبه الحربة أو الرمح لكنه صغير، لكن لا ريش له. المعراض هذا إذا خزق يعني طعن الصيد ونفذ وأسال الدم فيكون حلالا، يكون حلالا. أما إذا صاد بعرضه يعني مثل الصدمة، مثل الدعمة صدمه كذا، هذا لا، ومات الصيد، هذا لا يحل، لا يحل بحديث النبي، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: وما قتل بعرضه فلا تأكل. ولذلك الصيد بالحجارة وبالعصا وبالفخ، يسمونه الفخاخ هذه، وبالحديد، هذا كله محرم ولا يجوز. ولذلك تجد بعض الناس الآن يصيدون يسمونها هذه نبلة، النشابة، وأيضا النبلة، يسمونها النبلة، النطاطة، أو المقلاع، النبلة، المقلاع، يعني المهم معروفة هذه، معروفة، يصيدون فيها. وكثير يعني ما يصيد الأطفال ويأكلون العصافير، هذا ما يجوز، ليست حلال. أكلت منها؟ ما صدت أبد؟ شفتك تضحك. أتوقع كثير من الشباب أيام الطفولة ما شاء الله أكلوا. طيب، إذا ما قتل بعرضه فلا تأكل. فالذي يصيد مثلا بحجارة، شوف بعض الناس قد يضرب مثلا حيوان بحجارة، هذا 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 لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. طيب البنادق الآن الرصاص هذا، البندق اللي مثلا أنواعه طبعا، هذا حلال أكله. لماذا؟ لأنه ينفذ في بدن الفريسة أو الصيد، فأكله حلال. بل هذا قد يكون أشد من السهام، لأنه ينفذ ويخرج من مقابل الصيد فيكون حلالا. والصيد لا يشترط أن تكون الآلة قد وصلت إلى حلقه، إلى المريء مثلا أو الودجين، لا يشترط. فهذا مستثنى من القاعدة. فالصيد في أي جزء من أجزاء الفريسة أو من أجزاء الصيد فإنه يكون حلالا إذا مات، إلا بشرط واحد. ما هو؟ أحسنت يا شيخ إبراهيم. إذا أدركه حيا ولو في آخر الرمق، فإذا ضربت صيدا ونفذ الصيد ثم أدركته فيه حياة فلا يحل لك إلا بعد تذكيته. لماذا؟ لأنك أدركته حيا. في حالة ثانية أيضا يمنع الصيد إذا صدت بآلة صحيحة بشروط صحيحة ثم وجدت الصيد قد وقع في ماء ومات، فإنه يغلب جانب الموت على جانب الصيد. للقاعدة الشرعية الأصولية: إذا اجتمع حاضر ومبيح يغلب الحاضر، يعني المنع. طيب، من الشروط أيضا التسمية، والأدلة على ذلك كثيرة. يقول الله جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولقول الله تعالى قبل ذلك: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. ولحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه. إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه. وفي لفظ: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل، وذكرت اسم الله فكل. هذه أهم المسائل، وليس كل المسائل المتعلقة بباب الصيد. والأيام هذه أيام صيد، إلا إذا كان طبعا هناك منع مثلا يمتنع الإنسان استجابة لأمر ولاة الأمر. وأما إذا كان الصيد مفتوحا فيعني الأصل فيه الحل والإباحة كما ذكرنا. وصلى الله على نبينا محمد. الآن نأتي إلى الأسئلة. هذه رسالة يقولون بالنسبة للأخوات
يعني تظهر أصوات هناك وأيضا أصوات الأطفال تنتبهون، بارك الله فيكم. وين الأسئلة عندك؟ لا مفرد ولا جمع عندي. سكر موجود سبحان الله. هذا كيف أسأل الدليل الطالب دليل المطالب؟ هذا ممكن مماسحين أسئلة الأسبوع الماضي شيخنا. طيب والفردي أحسن ظهرت شيخنا؟ نعم ظهرت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. نبدأ بالسؤال الأول. الموظف العام إذا نصح لسيده مسؤوله ومديره وزملائه وأحسن عبادة ربه هل له أجران؟ الجواب نعم، له أجر العبادة وأجر الإخلاص في العمل، لكن لا تربط هذا بهذا تعتقد بأن هذا يقاس على المملوك، فأنت عبادتك لربك لك أجرها وإخلاصك في عملك لك الأجر والثواب على هذا العمل. يقول السائل: أيهما أفضل، يوم الجمعة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أم الصيغة الإبراهيمية؟ هذه مسألة حقيقة يعني خلافية بين العلماء، ومن أهل العلم من أهل التحقيق يقولون الصلاة الإبراهيمية، صيغة الصلاة الإبراهيمية. الأمر في هذا واسع، ولا تشدد على نفسك ولا على الناس. السؤال: حكم إعطاء درس ديني قبل صلاة الجمعة وإنهائه قبل الأذان بثواني. جاء في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحليق قبل الجمعة، والتحليق المراد به هنا الاجتماع للدرس، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك بعد صلاة الجمعة ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس للناس، أما قبل الجمعة فنهى. والقبلية هنا معتبرة، يعني قبل صلاة الجمعة تنتبه لهذا الأمر، فلا تلقي درسا قبل صلاة الجمعة لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. هل قول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات بعد صلاة الفجر والمغرب داخلة في قوله في اليوم 100 مرة؟ الجواب لا، لا تدخل في ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قولها 100 مرة في أذكار الصباح، فهذه مقيدة بصلاة الفجر، وأذكار الصباح مقيدة بوقت الصباح، بارك الله فيك. يقول: اشتريت بستانا وفي حفري له وجدت كمية من القطع الذهبية والآثار المعروفة لبلدي، هل يصح لي ملكها والتصرف فيها؟ هذا يرجع إلى قانون الدولة التي أنت فيها، فإذا كان قد صدر قانون بعدم تملك هذه الأشياء خاصة إذا وجدت عليها علامات إسلامية فيجب عليك أن تسلمها إلى الدولة، إلى السلطات، تنتبه لهذا وتنظر وتسأل في بلدك. نرجو من فضيلتكم إكمال شرح دليل الطالب، نسأل الله التوفيق. طيب، في مدينتنا صغيرة، في المناسبات كالأعراس والأعياد يجتمع غالب أهل المدينة اجتماعا كبيرا، وعندنا عادة أننا نأمر عمال الدكاكين بقفل دكاكينهم والجلوس معنا وكذلك غيرهم من الخدم الرجال عندنا، هل جميع أهل المدينة يشتركون في أجر مشاركة العمال الطعام؟ الجواب نعم، إذا رضوا بذلك، إذا رضي العمال وجلسوا معكم ولبوا دعوتكم لا شك بأن الجميع يشترك، لأنها دعوة عامة، لأن دعوة عامة يشترك في أجرها الجميع. أما إذا كان العامل لا يحب أن يغلق دكانه فلا تكرهوه على ذلك.
هل يحق للضيف أن يأتي بغير من ضيفهم صاحب البيت إذا كانت الضيافة بيت المضيف؟ يجوز في حالة واحدة الاستئذان، أن يستأذن، إلا أن يكون يعني ولي أمر أو والد مثلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر في الصحيح أتى بجمع كبير من أهل الخندق من الصحابة من دون إذن جابر. وأما الاستئذان فقد وردت فيها حديث يستأذن، يستأذن. ولذلك إذا أحببت أن تصحب معك أحدا فاستأذن صاحب البيت، فإن أذن وإلا فلا. أنا ولد عمري 18 سنة، والدي هو الذي يدفع الزكاة، عني نذرت أن يتصدق بـ500 درهم إذا الله حقق لي شيء معين، فهل يجوز أن أعطي النذر لوالدتي بنية وفاء النذر إذا تحقق لي؟ بالنسبة للنذر أنا ما أدري ما الذي جعلك تذكر أولا بأن الوالد يدفع الزكاة عنك، ما علاقة هذا بالنذر؟ عموما بالنسبة للنذر لا تنتفع به لا أنت ولا أهل بيتك إلا إذا اشترطت. فإذا قلت أعطي الوالدة لما نذرت وكان هذا الكلام متصلا بالنذر نعم، أما إذا لم تشترط ذلك فتعطيه للفقراء والمساكين. الأخت هذه أو الأخ يقول بأن جاءه ولد وعاش أشهر قليلة ثم توفي بسبب مرض في الصدر، أرجو منكم الدعاء لنا بذرية سليمة معافى. أسأل الله تعالى أن يرزقكم الذرية الصالحة، وأسأل الله تعالى أن يعافي أولادكم وأن يعافي جميع أولاد المسلمين. هل يجزئ غسل الجمعة بتعميم الجسد بالماء عن الوضوء؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل الغسل المسنون يجزئ عن الوضوء أم لا من دون وضوء طبعا إذا لم يتوضأ؟ الراجح من قول أهل العلم بأنه لا يجزئ، وذلك إذا اغتسلت يوم الجمعة غسل لم يتقدمه وضوء فلا تذهب إلى صلاة الجمعة إلا بعد أن تتوضأ، إلا بعد أن تتوضأ. يقول أشكل علي أن طالب العلم لا يجاب على كل سؤال ليزيد اهتمامه ولا يتساهل بكثرة الأسئلة، وابن عباس لما سئل بما أدرك العلم قال بسؤال سؤل وقلب عقول. هذا الكلام جميل وصحيح، لكن هناك أيضا كلام كثير جدا فيه ما يدل على أن للعالم أو لطالب العلم إذا رأى من الطالب تعنت أو رأى منه مجرد ترف في قضية طرح الأسئلة أن يزجره وأن يمنعه، وفي هذا حديث كثيرة وآثار عن الصحابة وأيضا لأقوال العلماء. هذا راجع لتقدير العالم، هذه راجع لتقدير العالم، فقد يكون من الطلبة من يأتي بسؤال ليزري بين العلماء حتى يذهب إلى العالم الفلاني يقول قال كذا وقال كذا، هذا حقه التأديب من العالم. أيضا قد يسأل سؤال هذا الطالب يسأل سؤال الجواب عنه يحتاج إلى أن يبذل جهد في البحث، فهو لديه ترف يريد فقط من العالم، فالعالم قد يمتنع لأجل مصلحة هذا الطالب حتى يذهب ويبحث في هذه المسألة. إذا جد الإنسان في عمله المؤتمن عليه ونصح فهل له أجران قياسا على العبد؟ على القاعدة اللي ذكرناها قبل قليل الإنسان يؤجر على عمله كما أنه يؤجر على إحسان عمله الشرعي، يؤجر على إخلاص عمله الدنيوي. هل يجوز غسل الجمعة قبل الفجر؟ غسل الجمعة نص العلماء على أنه يبدأ من بداية اليوم وليس من الليلة، فمن اغتسل ليلا أو قبل الجمعة قالوا هذا ليس غسل جمعة وإنما يغتسل بعد طلوع الفجر، وبعض العلماء قالوا يعني بعد دخول وقت اليوم النهار يعني نصوا على هذا، ولذلك قسموا العبادات في الجمعة منها ما هو مشروع في الليل والنهار مثل قراءة سورة الكهف، ومنها ما هو مشروع قبل الجمعة، وذلك لأن للعلة، وهي ذكروا من جملة ذلك الغسل، ومنها ما هو عام مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
هل من البدع أن يقوم شخص بالتصدق عندما يصوم نهار الاثنين والخميس دوما وكل نهار جمعة؟ الصدقة عامة ليس لها وقت محدد، لكن تتأكد أحيانا في مناسبات، في أحوال مثلا كما جاء في السنن، سنن أبي داود وغيره، داووا مرضاكم بالصدقة، كذلك جاء صحة، كذلك في حالة وجود الحاجة الشديدة مثلا. لكن أن يتعاهد الإنسان مثلا الصدقة ويلتزمها في أوقات ظنا منه بأن هذا اليوم تحديدا الصدقة فيه كذا، يحتاج إلى دليل. بالنسبة ليوم الجمعة الصدقة من الأعمال الصالحة، وقد قرأنا عن جمع من السلف أنهم كانوا يتقصدون يوم الجمعة بالصدقة، كانوا يتقصدوا وإن كان لم يرد دليل، لكنهم يدخلونها ضمن الأدلة العامة. الأخ هذا ينبه يقول: بعد الدرس الأول يبدأ الطلبة في المقدمة بالدخول في الصفوف الأولى لصلاة العشاء، ولا تستوي الصفوف ويكون هناك تضييق على المصلين في الصفوف الأولى شديد وغير مريح ولا يمكن الخشوع، نرجو التنبيه. أما أنا ما أدري والله، لكن عموما أصحاب الصف الأول ينتبهون لما ذكره الأخ إن كان الواقع كما ذكر. هل يعتبر من البدع قراءة سورة الجمعة في صلاة العشاء كل نهار خميس؟ قصد كل ليلة خميس أو ليلة جمعة، لأن النهار ما يجهر فيه كذا ولا لا يا السائل؟ تقول نهار كل خميس، النهار ما يجهر فيه صلوات. التزام قراءة سورة الجمعة في صلاة العشاء ليلة كل جمعة يحتاج إلى دليل، وما في دليل. ولذلك اعتاد بعض أئمة المساجد وفقنا الله وإياهم لاتباع السنة أنه كل ليلة جمعة في صلاة العشاء يقرأ سورة الجمعة، يقسمها على ركعتين، ما عنده دليل في هذا، ولذلك لا يلتزم ذلك. إن التزمه لابد أن يأتي بدليل، ولو جلس العمر كله ليبحث لن يجد دليل. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هل حدود الحرم المكي هو المسجد الحرام أم مكة كلها؟ المسجد الحرام داخل الحرم، ومكة ليست هي الحرم كله، وإنما حدود الحرم معروفة وفي علامات هناك. إذا ذهبت إلى مكة اذهب وانظر إلى العلامات أو اسأل شؤون الحرمين وسيخبرونك بحدود الحرم. فلا مكة كلها حرم، وليس المسجد الحرام هو الحرم فقط، فهو من الحرم. بارك الله فيك. ما نصيحتكم لمن ابتلي بزوجة كثيرة الزعل بلا سبب أو لشيء تافه؟ يصبر عليها، ما لها الله الصبر، الله يعينه. بارك الله. يقول: أيهما يقدم، مدارسة ومراجعة العلم في المنزل أو إجابة المؤذن إذا كان يأمن الصف الأول يقول بالمسجد وبطء ازدحام الصف؟ بالنسبة للمصالح هذه إذا تزاحمت يجمعها الإنسان قدر الإمكان، أما إذا كان يفوت الأفضل منها أو المصلحة العليا يقدم العليا. يعني الآن مثلا هو يقول مدارسة ومراجعة العلم في المنزل وإجابة المؤذن، ممكن يجتمع يجيب المؤذن لأن مدارسة العلم ما تفوت، لكن يقول إذا كان يأمن الصف الأول لقرب المسجد فاجتمعت عنده الآن في هذه الصورة اكتملت، فيستطيع أن يجمع هذه الأشياء. هل يجوز التورع في أكل ذبائح أهل الكتاب؟ الجواب لا، هذا تورع كاذب، أو لأن النبي عليه الصلاة والسلام سيد المتورعين، ها، أكل من طعام اليهود، فكون الإنسان يقول أتورع لا، إلا في حالة واحدة يقول هذه الدولة أو البلد يقتلون الذبائح وانتشر عندهم وما أدري هل يذكون أم يقتلون ويصعقون، ممكن يتورع لهذا السبب. أما يقول لا ما آكل تورعا والله أباح ذلك في القرآن، هذا تورع يعني مغلوط، ما يصرح للإنسان أن يأخذ بهذا الأمر. ما حكم من لديه علم لا يبلغه للناس
وما نصيحتكم لمن يتكبر بعلمه ويعتقد أنه أحاط بالعلم كله؟ أما من يتكبر ويعتقد بأنه أحاط بالعلم كله فهذا جاهل، جاهل. كل إنسان يعتقد بأنه بلغ في العلم الإحاطة فهذا جاهل، ولم يكتشف أنه جاهل، ولم يكتشف أنه جاهل. في صحيح البخاري من حديث ابن عباس في قصة موسى والخضر أن عصفورا أتى وأخذ بمنقاره من ماء البحر، فقال الخضر يا موسى، الخضر يقول لموسى يا موسى علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله مثل هذه القطرة من هذا البحر اللي أخذ منها، من مثل هذه القطرة من هذا البحر. فأي إنسان يعتقد بأنه بلغ الكمال والمنتهى في العلم فهذا جاهل. قضية تبليغ العلم لا شك بأنه من فروض الكفايات، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. وزكاة العلم تعليمه، زكاة العلم تعليم، لأن العلم ينسى. العلم حتى يحفظ لا بد من شيئين، الأول العمل به، العمل بالعلم، وثانيا تعليم الآخرين حتى ولو أهل بيتك، إذا علمت أهل بيتك فقد زكيت علمك. أريد أكفى اليتيم، هل أنظر في كفالتي لليتيم إلى ما أستطيع دفعه أو بما يكفي اليتيم ويسد الحاجة؟ مثلا بإمكاني دفع 350 درهم ولا أستطيع أكثر. يعني 350 درهم في بعض البلاد لها قيمة عظيمة، لها قيمة عظيمة، فانظر إلى يعني أحوال الأيتام في هذه البلاد، وزر الجمعيات يخبرونك عن المناسب. سمعنا أن نصف العلم حسن السؤال، ما هو الضابط؟ نعم، هذا كلام قاله العلماء، نصف العلم حسن السؤال، أن تصيغ السؤال صياغة صحيحة، صياغة صحيحة، لأنك تنال العلم بهذا، سيجيبك العالم على قدر ما سألت وربما يزيد. يقول هل الطائرة الدرون تأخذ حكم الآلة المتحركة أو الثابتة كالبندقية، مع العلم أن الطائرة يركب فيها بندقية للصيد لكنها تطير لمسافة بعيدة عن المرسل، ومتى تكون التسمية؟ أولا التسمية تكون عند الإرسال، يمكن فاتني هذا أذكره في الدرس، عندما ترسل كلبك المعلم، ترسل الطائر، عندما تطلق النار أو تطلق السهم على الفريسة تقول بسم الله. بالنسبة للطائرة الدرون إذا كان يصاد بها مركب فيها بندقية وتبتعد عن صاحبها فإنه يسمى عند إرساله، يسمى عند إرساله. وإذا كان يشاهد هذا عبر شاشة مثلا عند بداية إصابة الفريسة يقول بسم الله، ولو سمى في بداية إرسالها كفى. امرأة لديها دكان في المنزل تبيع، هل يجوز لها إقفالها إذا سمعت الأذان يوم الجمعة؟ بالنسبة لمن لا تجب عليه الجمعة بيعه وشراؤه بعد النداء الثاني صحيح، والمرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة، ولذلك إذا باعت واشترت فبيعها صحيح، لكن تنبه من تجب عليه الجمعة بأن لا يشتري منها بعد النداء الثاني. يسأل الأخ يقول بالنسبة لأيام البيض المشروع صيامه هل تحسب بالهجري أم بالميلادي؟ لا، بالشهر العربي القمري، الشهر العربي القمري، لأن الله جل وعلا علق الأحكام على رؤية الهلال، على رؤية الهلال، نعم، وهو الشهر العربي القمري. يستخدم بعض الصيادين سمكة حية صغيرة لصيد سمكة كبيرة ويدخلون الخطافة في جسدها وهي حية، فهل يجوز ذلك؟ إذا قلنا بجواز صيد السمك ومن دون تذكية فيجوز الصيد به، وما يفعله بعض الصيادين فيما يظهر لي أن هذا نوع من أنواع الصيد، حتى ولو كان يوضع الخطاف فيها حتى تصاد السمكة الكبيرة، فهذا ليس من يعني التعذيب الذي حرمته الشريعة، هذا نوع من أنواع الصيد الذي يظهر لي بأنه لا حرج في ذلك.
إذا رميت بالبندقية الصيد ووصلت لها وهي ميتة هل أذكيها أم لا؟ الجواب لا، ما تذكيها. قلنا تذكيها متى؟ في حالة واحدة، إذا ظهرت، إذا أدركتها حية فيها رمق، هنا يجب عليك أن تذكي. أما إذا وجدتها ميتة وليس هناك ما يدل على أنها على أن قد ماتت بسببه كالماء كما ذكرنا فهي حلال. صليت إماما في الجهرية فقرأت في الركعة الثانية الفاتحة سرا سهوا، فلما نبهت أعدتها جهرا، فهل أكون ممن زاد على صلاتي متعمدا تبطل به صلاتي؟ الجواب لا. بالنسبة للفاتحة تكرارها محل خلاف بين العلماء، هل هي كالركن الفعلي إذا كرره المصلي عامدا متعمدا تبطل صلاته أم لا؟ قولان، الذي يظهر والله أعلم بأن الصلاة لا تبطل في الركن القولي إذا كرره، وإنما يكون سنة في حقه، فما كان في داعي أنك تجهر به من جديد، لأن الفاتحة وقعت سرا، وجماهير أهل العلم يذهبون إلى أن الجهر في الصلاة الجهرية سنة والإسرار في الصلاة السرية سنة وليس بفريضة. طيب، الأخ هذا يقول ما شاء الله فائدة أحببت أن أشارككم فيها، كيف أن الكلب المعلم العلم رفع الكلب المعلم عن غير المعلم فأصبح حلالا أكله حلال وغير المعلم حرام، ففيه فضل العلم. جزاك الله خير وبارك الله فيك، شكرا على هذه الفائدة. يقول كيف يكون الإمام راعي إمام المسجد عن رعيته وهم جماعة المسجد؟ نعم، مسؤول عنهم أولا في ضبط الوقت لأن الإمام ضامن، الثانية في إحسان الصلاة، الثالثة في التخفيف عليهم إذا كان فيهم كبير وضعيف وذا الحاجة، الرابع أن يتفقدهم. أكثر أئمة المساجد ما يعرفون حتى أسماء جماعة مسجده، وإذا غاب وإذا حضر سيان عنده، ولذلك سيسأل إمام المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر المؤذنين، ستسأل عن جماعة مسجدك. وإمام المسجد يجب عليه وجوبا أن يتعلم صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتساهل فيها. يوجد من أئمة المساجد من أصواتهم جميلة غضة طرية ندية، لكن صلاتهم على غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام. صلاة صحيح يأتون بالأركان والواجبات أحيانا، لكن السنن هذه لا يعرفونها، والناس يقتدون بهم لأن من خلف الإمام يرى بأن الإمام قدوة ويقتدي به فيتلقن صفة الصلاة من حركات الإمام، حركات الإمام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. يقول كنت مسبوقا فلما دخلت الصلاة كان الإمام قد أتم الفاتحة فأنصت له ولم أقرأ الفاتحة، هل صلاتي صحيحة؟ الجواب نعم، صلاتك صحيحة، لأن هذا قول على أن الإمام يتحمل عن المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية. قلت بأن الصيد بالفخ محرم، لو قلنا بالتفصيل بأنه إن أدركه حيا فذكاته جائزة وإلا فلا، أحسنت، ولكن أنا أجملت لأن قلت الصيد الذي يموت يعني، فإذا أدركه حيا كالقاعدة، احنا ذكرنا قاعدة فيها أي صيد حتى لو كان بآلة مباحة أدركته حيا لا بد من ذكاته، لا بد من ذكاته. فإذا كانت الآلة محرمة حجارة ولا فخ ولا حديدة ولا يعني شيء بصدم مثل ما يصدمون بالسيارات بعض الحيوانات كالغزال مثلا، أدركته حي ما يحل لك إلا بعد التذكية. يقول إذا وجد كلب آخر مع كلبه ولم يعرف هل كلبه صاد أم لا أو الكلب الآخر؟ هذه مسألة أحسنت ذكرها العلماء، إذا اجتمع كلب معلم وكلب جاهل ولا يعرف من الذي صاد، طبعا الخطوة الأولى أن ينظر في الأمارات والعلامات، فإن وجد أحدهما فالحكم على 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 وصف الكلب، إن كان معلما فحلال وإن كان جاهلا فحرام، أما إذا التبس ولم يعرف
فالقاعدة إذا اجتمع حاضر ومبيح فيغلب الحاضر يعني المنع. هل تدخل شبكة الصيد في آلات الصيد الجامدة؟ الجواب نعم، شبكة الصيد تدخل في الآلات الجامدة. يقول الأخ من عمان جزاه الله خير: توجيه نصيحة للمأمومين الذين يتأخرون في القيام من الركوع والسجود مع الإمام في صلاة الجماعة. بالنسبة لأحوال المأموم مع الإمام على ثلاثة أحوال: المتابعة والمسابقة والموافقة. أما المسابقة فمحرمة، فإذا سبقه في تكبير الإحرام ما انعقدت صلاته، إذا سابقه في ركن من الركان عامدا متعمدا ولم يدرك الركن يعني ما تابع الإمام في الركن بطلت صلاة. أما الموافقة فهو أن يوافق الإمام، أن يوافق الإمام في الحركات، فإذا وافقه في تكبير الإحرام فلا صلاة له، وأما إذا وافقه في الأركان فمكروه صلاة وقد تبطل إذا سبق. وأما المتابعة فهو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وهكذا. تبقى الحالة الرابعة التي ذكرها الأخ السائل، وهي التأخر عن الإمام، التأخر عن الإمام، وهذا مكروه، وبعض العلماء كرهه وكراهة شديدة. مثل ما ذكر يعني بعض المأمومين الآن يقوم الإمام إلى الركعة هو ما زال ساجدا، أو يرفع يقول سمع الله لمن حمده وما زال راكعا. ولذلك المأموم إذا فاته ركنين من أركان الصلاة خلف الإمام بطلت صلاة، حتى ولو كان بحسن نية وقصد يقول أريد أن أدعو أريد كذا وكذا. أما إذا كان فاته ركن واحد وهو لم يقصد المخالفة وأدرك هذا الركن سواء مع الإمام أو تابع الإمام فصلاته صحيحة. ومن أهل العلم من يبطل هذا إذا كان متعمدا. الأخ اللي يسأل عن قاعدة الأمر والنهي هذه طويلة تحتاج إلى تفصيل، إن شاء الله يجي وقتها. ما حكم التجارة بالصقور؟ جائز، يجوز التجارة بالصقور اللي يصيدون فيها جائز، نص أهل العلم على ذلك. هل يجب إعادة الصلاة عند الشك في عدد الركعات؟ الجواب لا، ما تعيد الصلاة وإنما تبني على الأقل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن، واليقين ما هو؟ الثلاث. ما تعيد الصلاة، شكيت في عدد الركعات ثلاثة أو أربعة تجعلها ثلاثة وتكمل صلاتك. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.